النهارده البرلمان الاوروبي هيناقش في جلسه عاجله في مقره بفرنسا تقرير حول قضيه مقتل الشاب آه الايطالي ومطالبه الحكومه المصريه باتخاذ اجراءات للقبض على الجناه وتقديمهم للعداله <applause> للعداله. كان البرلمان الاوروبي انتقد الحكومه المصريه بسبب عدم اعلان اسم الجاني حتى الان وكمان انتقد بشكل حاد الاوضاع الحقوقيه في مصر.